والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إني المجاهد أبو خير الرويمي آمر سرية الشهيد أبو حمزة أقدم تحياتي وسلامي إلى السيد آية الله المجاهد السيد محمد باقر الحكيم ونحن جنود أوفياء رهن إشارته والسلام. إصرار العطواني أسلم على السيد محمد باقر الحكيم ونكون جنود الرويمي أحد جنود سرية الشهيد أبو حمزة. أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أن المجاهد أبو نور أهدي سلامي إلى السيد آية الله المجاهد محمد باقر الحكيم ونعاهده أن نكون الجنود الأوفياء رهن إشارته. ويجب علينا أن نتحد ونوحد صفوفنا ضد الطاغية صدام. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد لازم الجنة وعلي بالباب. محمد لازم الجنة وعلي بالباب. وكلها تلوذ بنيان يحسين بيوم المحشر. كلها 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 تلوذ بنيان يحسين بيوم المحشر. هذا كل طبيعي. ايه هذا خبر هل توصل من كان بعيد؟ ومن خلال تجوالنا بين مقرات الأخوة المجاهدين نلتقي بالأخوة في أحد المحاضرات العسكرية وهي عبارة عن توضيح كيفية استعمال جهاز اللاسلكي 105. يتحدث إلينا الأخ المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من مقر محور 170 ومن الأخوة المجاهدين نهدي سلامنا إلى سماحة السيد محمد باقر الحكيم حفظه الله وإلى جميع الأخوة المجاهدين في مناطق العراق وخارج العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهدي سلامي من فوج حيدر الكرار وإلى السيد الحكيم بمناسبة هذا اليوم الذي قمنا فيه الأخ الذي قام فيه الأخ بشرح عن جهاز 105 كيفية استعماله أمام المجاهدين. وهنئ السيد الحكيم هؤلاء الشباب الذين مضحين بدمائهم من أجل الإسلام ومن أجل إطاحة هذا الطاغوت الطاغي ومن أجل رفع كلمة لا إله إلا الله وفدائيين من أجل الإمام والسيد الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي فضل المجاهدين على القاعدين درجات ورفع منازل الشهداء في أعالي المنزلات وجعل الذين يقتلون في سبيله أحياء عند ربهم يرزقون غير أموات. والصلاة والسلام على خير البريات وأحسن المخلوقات سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ابتلوا بأفجع البلايا والرزيات. باسمي وباسم أخوتي المجاهدين من محور 170 نهدي سلامنا إلى كافة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية وبالخصوص السيد الحكيم. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا ولي الله. ولي ونعم الولي. أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج. ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين. إلى وجه الله وشرف النبي والأمة الأطهار وإلى روح موتانا جميعا رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الصلاة. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا وأولاده المحصومين بالحق حفظ الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. قبل بس اليوم بعد لا أين أنا آكل؟ أين تريد أن تذهب؟ سلام عليكم. 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 من شو اسمه هذا خلال النظام ما اقصى بهم بقت ناس مشرده وشوف هسه انت تروح للمدين بالعراق طب لك المركز طب لك المكتب طب لك اي شغلات هي شغلات كلها يعني فاحشه شلون ما تتحاكي ما ترى من طب للسوق منين انت وين جاي وين رايح وشنو عندك اشوفها من بعيد تراولك هذا قضاء بس من تدخل للقضاء ما تقول قضاء تقول كله جيش الجيش كله متجح من داخل المدن هاي منطقة ابو سدة الثانية هاي منا منطقة مريعان على جهة اليسار وهاي منا المسراح المسافة بين ابو سدة وبين المدينة بحدود 4 كيلوات بين مريعان والمدينة هم 4 كيلوات بين المسراح والمدينة كيلوين ها
هاي كلها اعتبروها مناطق مات مخربين وراح لهم، وبقت الناس ضربت عليهم، وهاي اللي جاي لهاي المناطق اللي جاي والبيوت كلها طيحوها وما بقى، بس هذن اللي كانوا احنا قاومنا. وهاي الناس اللي قاعد اشوفها شوفها عدها خشان يعدها من شنو؟ باتجاه العويلي السورة ثم يأتي ليقطع نهر الفرات، وإبان قطعه لنهر الفرات لم يتمكن النظام من سد النهر، بل استمر من الضفة الثانية باستخدام هذا الساتر لتجفيف مياه الأهوار، أيضا استمرارا لعملية التجفيف في أهوار العمارة. الآن نحن في أحد المناطق المسماة بمنطقة الأخ أبو ستار، تحدثنا عن المنطقة اسمها رجاءا. أبو سدة، منطقة أبو سدة. هذه منطقة أبو سدة. هاي منطقة أبو سدة. هذا الساتر شنو الممتد؟ هذا الساتر من العمارة وجه من نار البصرة. هاي منا قضاء المدينة، وهاي منا عشائر، هاي منطقتنا صالح، وهاي منا مريعان، وابو سد المسراح، الصياد، ام اللتوت، هاي كلها مناطق مهجره، كلها تايه، كلها رحلها النظام وبقت مناطق تايه، ويحاولون بكل نوع السير يجون يجفون الماي حتى يقضون الناس كلها. احد سيارات النظام التي تم تدميرها على هذا الشارع الممتد من العمارة إلى البصرة. هاي كانت تسكنها بحدود 60 عائلة، طيحوا البيوت كلها طيحوها، ما بقى الا ذني 6 بيوت. هاي تشوفن هذا بس 6 بيوت بقى ذني من خلال مقاومتنا، والبيوت البقية كلها طيحوها بتي ام تي وبصواريخ، هاي كلها طيحوها من ضرب الطائرات، وتحلت الناس كلها. هاي تشوفها مناطق كلها مهجرة من قبل النظام، والسيطرة هذيك السيطرة هسه لحد الآن موجودة، هذيك السيطرة موجودة، هذا المرصد مالهم، هذا يتفكرون يصعدون على المرصد يتفكرون وين تسكن العوائل، يقصفونها بالمدفعية، هذا مرصد ومرصد هذاك حلوة شو اسمه المصلى او المرصد. Thank you.
طريق المحصور ملتقن الماء المدفرة وين مختار؟ عفوا انا جوعان. قوات المقاومة تكتشف يلا تعال قوات المقاومة الإسلامية وهي تتحرك باتجاه أهدافها المرسومة. يا جماعتك طلعنا اثنين مجاهدين يلا اخوي لا مو اغراض يلا اخوي احمد الله والديك وين مشتغل ينقلون عندك سريتين عندك سريتين طلع لواحد اقول له طلع الواحد
مجموعة من قوات الإمام الحسين عليه السلام. كلنا الجماعة عبد الحجر وقول الثمان لصب جلب الحجر من جماعة من؟ أخو إحنا واجبين هنا صح. الله علي علي هو زي ما الموت انا شربت من قيسه بها عقرب جيبونا جيبونا بدايه الاطلاقه الاولى شنو رتبته؟ لازم هو شكل عوائل وعلى شكل انه ناس مقاتلين جميل نعم لا حد هذا سهل المورا اخوي هناك المورا احد الاخوه الذين جرحوا في عمليه بطل العلقمي عليه السلام هذا بس حياتي شايفها صحة اخرى الكاظم خارون ظل مشي جراحي الكاظم خارون ظل مشي جراحي العسكري بجحد التالي ويضيب خار نعمل ذخر وجهه يسر مثل غريب كربلاء يا علي يا علي ويعتني من وادي الغريب كربلاء ثلاثمية وثلاثة وعشرة فارس إلي نادون يا كارات دين عقد الولى صوتي هدر فوق الشقر من كل كتر شبلك يا موسى طالب بساري سلف وضارمه يميز دوم وسمر من كربلاء يعتني لقبرك ممتحن ويصيح يا جدي فجع قلبي الحزين انت بسجين وانا بسجين نفسي لسجين يا قاظم الحظي القلوم اللي الصابون وصبحك يا ملل الهادي عظيم لو ما ينغرب حقك يا من حشراوي وين اصبح الناحية حين شابك الحشراوي وين عالقبر يبتر ودمع يشبه الهب المزن قوم شوف ابنك ينادي اليوم قوض بالسجن
بو شوق بك عادي اليوم قوض يا حامل دخيل احضر السندل وادم لشان يا حدر بليل قالوا ما تعرفون موسى وقامد معهم يسيل جابهم للسجل لكن ما يعرفون شريد طلع المفتاح بدوق والوادم وياه فتح باب السجن بيده وطبه وطب ورا شافه وعلى جبل واحد نايم بمغطى بعبا عاينه ان الكاظم نحب قاضه وفريد قالهم تشوفوا معي قالهم تشوفوا ما بي طبعه وطن رمح شهد ومهرة وطلع ولكن المدمع يزع حتى يا كرار هنجش وان شاء الله جداك اليوم القريب اللي نجتمع سويك الله عند الحسن والحسين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الله محمد أنا مشاهد مرحبا بحب الله دفاع عن المستضعفين الناس اللي ما يملكون قوة ما يملكون ما يدافعون به عن أنفسهم الإسلام هو اللي دفع عنه قوة الإسلام القوة السياسية للإسلام تتمثل بشيئين أساسيين الشيء الأول القيادة الحكيمة اللي جعلها الله سبحانه وتعالى ولاة على الناس وقادة للناس وهم العلماء العلماء قادة العالم قادة الخلق قادة العالمين قادة الناس نص على قيادتهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصل على محمد وآل محمد والأئمة الطاهرين عليهم السلام صلى على محمد الإمام الحجة يقول وأما الحوادث الواقعة بينكم فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله العلماء قادة على الناس الله سبحانه وتعالى جعلهم قادة على العالمين وهاي القادة قادة كفوة وكفاءة العلماء جدت من تقواهم وزهدهم وإيمانهم بالله تبارك وتعالى ودفاعهم عن الناس وأن يفكرون بالناس قبل أن يفكرون بأنفسهم وهمهم الأساس العلماء هو الله يطيح حمش يا أمريكا الله يطيح حمش يا أمريكا